خطة الحكومة لتحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق تقدم الاشتراكية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، قطعت بلادنا أشواط مهمة في اعتماد منظومة محاربة الفساد، لا سيما على مستوى التشريع والمصادقة على اتفاقيات دولية ووضع مؤسسات دستورية كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة. إلا أنه وبالرغم من المجهودات فإن بلدنا سجل تراجعا في مؤشر إدراك الفساد بسبع درجات حسب التقرير السنوي لمدركات الفساد الخاص بسنة 2022 المنجز من طرف منظمة الشفافية الدولية. وما دام أن الفساد يبقى عقبة حقيقية ورئيسية للتنمية، فإننا نسائلكم عن أسباب إخفاق استراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد المعتمدة منذ سنة 2016، وعن المبادرات التي تنوي الحكومة القيام بها لتجاوز هذا الإخفاق في إطار تنسيق حقيقي مع مؤسسات الحكامة. وشكرا. شكرا سيدة النائبة. جواب سيدة الوزيرة. تنشكر السيدة النائبة على طرح هذا السؤال. فهذه المؤشرات الفساد هي مؤشرات مركبة وتدعي تدخل فيها عدد ديال العوامل وعدد ديال المؤشرات. اليوم المغرب عنده واحد الاستراتيجية متكاملة في محاربة الفساد، لنسبة الإنجاز ديالها تجاوز 74%. كاين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمحاربة ديالها اللي عندها صلاحيات قوية واللي تتعزز العمل الحكومي في هذا المجال. النيابة العامة عندها أيضا واحد الخط أخضر لتساهم في أنه الحد بشكل يومي على أرض الواقع من ظاهرات الفساد. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت أيضا بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين بحال مشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح، مشروع قانون حول التصريح بالممتلكات، مشروع قانون من أجل حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد. واليوم حنا في التوافق النهائي مع الهيئة ومع المركز الأعلى للحسابات قبل ما نوضعه قريبا إن شاء الله في مصدرات المصادقة. شكرا السيدة الوزيرة. هل هناك تعقيبات إضافية؟ إذا نمر للسؤال الموالي. سؤال، تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، خلينا نقول لكم هذيك الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2015 اليوم ما كنشوفوش شي تنزيل ديالها، لأنه هذيك المؤشرات اللي كاين اليوم في مدركات الفساد ديال أمنيستي 2018 وصلنا للمرتبة 86، في 2023 اليوم حنا تراجعنا بسبعة ديال الدرجات. التقارير ديال هيئة الحكام والهيئة الدستورية تقر بأنه باقي هناك فساد، الرقمنة لم تؤدي الدور ديالها في محاربة الفساد، والدليل على أنه نحن اليوم أمام حكومة ديال زواج المال والسلطة والتشجيع ديال الاقتصاد ديال الريع، ما يمكن إلا أن يؤسس لتوطين الفساد في البلد. شكرا. شكرا السيدة النائبة. السيدة الوزيرة، ما بقاش الوقت. يلا تفضلي. مشروع الرقمنة هو حد نقص من الفساد في مجموعة من المساطر. واش الرقمنة زولت الفساد كله؟ لا، حيت كاين ادوار كبيرة وكاين استراتيجية اللي دات الاكل ديالها، وحنا خدامين بالتأسيس ديالها في مشاريع قوانين مهمة اللي ان شاء الله فاش غتصادق عليها غادي نزيدو نطلعوا ان شاء الله في هذا المؤشر قريبا. شكرا سيدة الوزيرة.